والمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت عدنان منصور وزير خارجية لبنان الأسبق. أهلا بك أستاذ عدنان. إذن يعني العديد من السيناريوهات المطروحة الآن وربما الجميع في حالة ترقب، كيف ينظر إلى هذه الحالة؟ يعني لا أتصور أن هناك سيناريوهات بمقدار ما إذا كان لدى إسرائيل نية في توسيع نطاق الحرب، خاصة بعد خطاب نتنياهو في الكونغرس الأمريكي الذي خاطبه وقال أنه ذاهب للنهاية للحرب من أجل تحقيق النصر. هذا الأمر بعد خطاب نتنياهو وجدنا كيف أن التصعيد الإسرائيلي استمر كان في غزة أو كان في جنوب لبنان. اليوم نتنياهو في مأزق كبير، لا يعرف كيف يخرج من هذا المأزق، يعني ربما عن طريق الحرب أو توسيع نطاق الحرب يستطيع أن يحقق إنجازا ما، يذهب بعد ذلك إلى الإسرائيليين ويقول لهم أني حققت إنجازا. ما حصل في مسجد الشمس هو بصمة إسرائيلية كاملة، والمقاومة لم يسبق لها أن قامت بأي عمل ضد مدنيين، أو وكيف الحال إذا كان المدنيون هم عرب في مسجد الشمس، ونحن نعرف أن هذه البلدة وقفت في وجه الاحتلال وترفض الانضمام إلى الكيان المحتل، وهي تعتبر نفسها جزء لا يتجزأ من الأرض السورية. إذن هذه البلدة المقاومة، هذه البلدة الذي موقفها عربي أصيل، أرادت إسرائيل أن تستهدفها ربما لخلق بالداخل اللبناني تفكيك أو ضرب النسيج الوطني اللبناني، على اعتبار أن هذه البلدة تنتمي إلى الطائفة الدرزية الكريمة. وكما هو معلوم أن هناك دروز في فلسطين، في سوريا، في لبنان، أرادت إسرائيل من ذلك لتأليب الرأي العام العالمي وإيجاد فرصة من أجل تشويه صورة المقاومة في لبنان. إذن اليوم نحن إسرائيل تعتبر أن ما حصل في مسجد الشمس هو عمل من لبنان وتريد أن ترد. المقاومة يعني لا تأخذ بالاعتبار هذا التهديد بمقدار بأنها هي جاهزة للرد على أي عمل عسكري، وإسرائيل تعرف ذلك أنه إذا أرادت توسيع نطاق الحرب هذا لا يعني أن المقاومة ستقف مكتوفة الأيدي، على اعتبار أنه من حق لبنان الدفاع عن أرضه، ومن حق لبنان أن يواجه العدوان ويواجه الاحتلال. هذا هو، هذه هي الصورة الآن. هل إسرائيل تريد أن توسع نطاق عملياتها العربية أم لا؟ إذا هناك قرار إما أن تأخذه باتجاه الحرب أو أن تتوقف عما هي عليه الحال. ولكن أتصور أنه بعد خطاب نتنياهو، يعني نتنياهو كان واضحا في الكونغرس الأمريكي يريد الذهاب بعيدا، وخاطب الأمريكيين وقال نصرنا نصركم وأهدافنا أهدافكم، ووجد الرد من قبل الكونغرس الأمريكي بالتصفيق الحاد وقوفا. هذا يعني أنه أعطي الضوء الأخضر لأن يستطيعون أن يعوموه، يستطيعون أن يغطوه بأي عمل عسكري. ونحن نعلم حتى الآن أن الولايات المتحدة وإسرائيل الهدف واحد مشترك، هدف مشترك هو للقضاء على المقاومة كانت في فلسطين أو كانت في لبنان. وهذا الأمر يتطلب حربا واسعة، لا أستطيع أن أحدد مداها اليوم على اعتبار أنها لا زالت محصورة في إطار ضيق، ولكن إذا إسرائيل أرادت توسيع نطاق العمليات العسكرية فالمقاومة جاهزة للرد على أي عدو. نعم، إذن يعني الدولة اللبنانية تحاول أن تسيطر على الموقف، كانت قد طالبت بأن يكون هناك لجنة تحقيق لنفي مزاعم استهداف حزب الله لمجدل الشمس، وهناك تحركات ربما مكوكية لمحاولة السيطرة على الموقف وإثبات ويعني تجنب أيضا أن يكون هناك تطور في الموقف. هل نتوقع أي استجابة لكل هذه التحركات؟ أولا فيما يتعلق بالتحقيق الدولي، لبنان ليس هو ضد تحقيق دولي، نعم، لأن لبنان يعرف جيدا أن لا علاقة له بما حصل في مجدل شمس، وإسرائيل تعرف ذلك.
ولكن إسرائيل قامت بحملة إعلامية مسبقة فورا حملت المسؤولية للمقاومة، مع العلم أن المقاومة عندما تقوم بعملية عسكرية تعلن على الملأ ببيان رسمي أنها قامت واستهدفت هذا الموقع أو ذاك. والمقاومة لم تستهدف يوما، حتى في الداخل الفلسطيني المحتل لم تستهدف مدنيين إسرائيليين، المقاومة تستهدف فقط المواقع العسكرية والدشم العسكرية والأماكن التي يتواجد فيها عسكريون إسرائيليون. ولكن أن تقوم المقاومة بقصف مدينة مدنية هذا غير معقول، يعني لا يتقبله عقل ولا يتقبله منطق. على أي أساس أن يقصف ملعب بلدي في هذه مجدل شمس؟ ومنذ 9 أشهر ونصف المناطق في جولان تستطيع المقاومة أن تستهدفها، ولكن لم تستهدف مرة واحدة هذه أماكن المدنية، وإسرائيل تعرف ذلك، والغرب والولايات المتحدة تعرف ذلك أيضا. ولكن كما قلت هم يريدون إيجاد ذريعة، إسرائيل تريد إيجاد ذريعة وتقول، ونحن لاحظنا البروباغندا التي قامت بها إسرائيل بعد الحدث. نعم. أنه تحميل حتى إذا ما قامت بعمل عسكري عدوان عسكري على لبنان تجد التغطية من الخارج. هذا الأمر لم يعد ينطلي على المجتمع الدولي ولا ينطلي على بلدان المنطقة. نعم، يعني هل ترى بأن بنيامين نتنياهو عاد من الولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعا هو عاد ضمن ظروف استثنائية عقب استهداف مجدل شمس، ولكن يعني هل اختلفت إلى حد ما الأجندات التي كان يعمل عليها بعد كما يقال حصوله على الدعم؟ لا، هو الدعم لم يتوقف لحظة، الدعم لم يتوقف لحظة، وهو قالها في الكونغرس الأمريكي وأعطى مثلا، قال لهم تشرشل في الحرب العالمية الثانية لم يطلب تدخلكم مباشرة، وإنما قال لكم أنا أتكفل بما يجري بالنسبة للنازية، ولكن عليكم أن تمدوني بالمساعدات، وأنا الآن أقول لكم عليكم أن تمدونا بما نحتاج إليه في حربنا ضد الإرهاب حسب ما سماه. إذا نتنياهو لم يتخلى لحظة عن فكرة الحرب وتوسيع الحرب، وهو بعد خطابه في الكونغرس وجدنا كيف أن الجيش الإسرائيلي قام بعمليات إرهابية واسعة في غزة يوما بعد يوم، قصف للمدنيين بشكل وحفي بشكل همجي. نعم، إلى أين يريد أن يصل يعني معالي الوزير، إلى أين يريد أن يصل بتوسيع هذه الحرب إن كان في قطاع غزة أو حتى وتحديدا في مع جنوب لبنان؟ هو يريد يعني إنهاء المقاومة في جنوب لبنان على أساس إبعاد المقاومة إلى الليطاني. هذا الأمر يعني يتداول به الكثيرون، لا يمكن للمقاومة أن تتراجع إلى الليطاني. هناك قرار 1701 على إسرائيل أن تحترمه، ولبنان يحترمه أيضا. يعني منذ 2006 أكثر من 35 ألف خرق بري وبحري وجوي من قبل إسرائيل. إذن من الذي يخرق هذا الاتفاق؟ إسرائيل. عندما تحترم إسرائيل هذا الاتفاق لا داعي بعد الآن للبحث ما يجري في الداخل اللبناني، هذا شأن لبناني سيادي. المقاومة موجودة تحسبا لأي عدوان، ولكن لبنان يلتزم بالقرار 1701، ولكن إسرائيل تريد أن تبعد المقاومة 15 كيلومتر أو 20 كيلومتر إلى شمال الليطاني، وهي تبقى على الحدود مباشرة على أهبات الاستعداد. هذا الأمر لا يمكن أن يمر. إذا ما أرادت المقاومة أن تتراجع إلى شمال الليطاني على الجيش الإسرائيلي أيضا أن يتراجع على الحدود بالمسافة التي تتراجع فيها المقاومة. نعم. عندما يحترم القرار 1701 لا داعي لإسرائيل أن تتدخل في الشأن اللبناني. يعني إذا طبق القرار 1701 هل لبنان سيقول لإسرائيل أن تبعد جيشها عن الحدود اللبنانية؟ لا، وعلى إسرائيل أيضا أن تعرف ذلك. يعني من الذي من الممكن أن يحدث هذا الفارق؟ يعني إسرائيل تتمسك ب يعني ما تفعله، نتنياهو يسير ولا يرى أحد، وهناك مطالبات ليس بأكثر من أن يتم تطبيق القانون وإنفاذ القرارات التي اتخذت مسبقا. من الذي من الممكن أن يحدث هذا الفارق معاليك؟
بالضبط إسرائيل هي تريد أن تبحث عن مصالحها الأمنية فقط بالدرجة الأولى، هي تريد أن تبعد المقاومة عن حدودها وتبقى على أهبة الاستعداد على الحدود والمواقع العسكرية منتشرة على طول الحدود. هذا أمر غير معقول، يعني كيف يمكن للبنان أن يقبل بهذا أو تقبل المقاومة؟ ونحن نعرف أن العدو الإسرائيلي غدار، في أي لحظة يستطيع أن ينقض، في أي لحظة يستطيع. والدليل على ذلك أنه بعد حرب 33 يوم عام 2006 صدر القرار الأممي 1701، التزم لبنان بهالقرار، ولكن إسرائيل لم تلتزم. يعني اليونيفيل قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان حتى الآن سجلت أكثر من 35 ألف خرق. هذا ماذا يعني؟ هل لدى إسرائيل نية وهي تستطلع الأجواء اللبنانية يوميا وترسل طائراتها خارقة لجدار الصوت؟ هل هذا معقول؟ هذه الدولة دولة معتدية بنيت على العدوان وتأسست على العدوان، حتى الآن هي مستمرة منذ عام 48 وحتى اليوم، لن توفر لا اليوم ولا في المستقبل دولة من دول المنطقة. هي تنقض، هي تنقض في أي لحظة تراه مناسبة. لا تعترف لا بقرارات دولية، لا تعترف باتفاقات دولية ولا بأي شيء. نعم، ربما هذا ما اعتدنا عليه، وهذا كله يتطلب أن يكون هناك فعلا موقف لبناني موحد. كيف تقرأ هذا الموقف حتى الآن؟ الموقف اللبناني موحد، أولا كل البيانات الوزارية التي صدرت في السابق تؤكد على الجيش والدولة والمقاومة، الشعب والجيش والمقاومة. اللبنانيون يعرفون جيدا، وإن كان هناك من خلافات سياسية في الداخل اللبناني، ولكن عند الاستحقاق الكل يجب عليه أن يقف وقفة وطنية. هذا العدوان عندما يهدد جنوب لبنان لا يهدد فقط الجنوب، يهدد الشعب اللبناني كله، واللبنانيون يعرفون ذلك. إسرائيل لن ترحم شعبا في المنطقة، هذا هو الأمر. إذا كان هناك من خلافات سياسية حول قضايا داخلية لبنانية أو حول قضايا إقليمية، هذا لا يعني أن نترك العدو يفعل ما يشاء ونتفرج، أو أن نكيل التهم أثناء التصعيد العسكري أو غير ذلك، لا. والدليل على ذلك أن الجبهة الجنوبية متماسكة جدا، والشعب اللبناني مقدر جدا ما يقوم به المقاومون بصد العدوان الإسرائيلي. إذن على إسرائيل أن تفهم أن هذه الحروب كلها لا تنفع ولا تجدي ولن توفر لإسرائيل السلام. إسرائيل دائما تبحث عن الأمن، وقالوها مرارا كل قادة إسرائيل، الأمن يتقدم على السلام في الشرق الأوسط. هي تريد الأمن، أي سلام الأمر الواقع، وسلام الأمر الواقع لا يمكن أن يستمر. والدليل أن الحروب المتواصلة التي تجري مع الفلسطينيين، مع اللبنانيين، مع السوريين وغيرهم. نعم، إذن أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا الأستاذ عدنان منصور وزير خارجية لبنان الأسبق.